الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في أحكام إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها، والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك ما تعلقت به إذن مصلحة تأذن لي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. المواد بفتح الميم وفتح الواو يعني ما لا روح فيه، الميت يعني. وهنا المراد به الأرض التي لا مالك لها. فلما يعرفها الفقهاء الأرض المنفك عن الاختصاصات وملك معصوم، طيب إذا هذا التعريف، هذه هي محددة التعريف ومحترزاته. يخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها. ما يدخل معنا أنه أرض مواد. أرأيتم هذا الدين العظيم حتى الكافر يحفظ له ملكيته الخاصة فلا يعتدى عليها ولا يسلم. الثاني ما تعلق به مصلحة ملك المعصوم كالطرق، الأفنية، حديقة، مسير المياه، أو مصالح العامر من البلد كدفن الموتى، موضع القمامة. وهنا من نافلة القول أن الناس يقول لك صندوق النفايات أو صندوق القمامة بالكسر، والصواب بالضم صندوق النفايات وصندوق القمامة على وزن فعالة، أو مصليات العيد، أماكن المرعى، أماكن الاحتطاب. هذا هو. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم اختصاصه وأحياها شخص ملكها، والعهدة في ذلك ما روى أحمد وغيره: من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما صح من حديث جابر. تفضل فضيلتك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. الثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وورد بمعناه أحاديث وبعضها في صحيح البخاري. وعامة مثال فقهاء ذلك، معذرة، مثال ذلك من حديث عروة عن عائشة أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة الراوي: وقضى به عمر في خلافته. هذا رواه البخاري. وأيضا عند البخاري من حديث ابن عباس أن الصعب ابن جثامة الليثي أخبره أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. فمن حديث عروة عن عائشة: من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها وقضى بذلك عمر. هذا هو الإحياء، إذا عمرها فقد أحياها، عمرها بالزراعة أو أحاطها بجدار أو بنى فيها دارا أو بيتا إلى أو ما أشبه ذلك. الحاصل
أن المقصود هنا بإعمارها بما يعد إحياءها، يعني إحياءً يسمى أحياها، حرثها، غرس فيها، زرعها، أحاطها بجدار، حفر فيها بئرا للزرع وما أشبه ذلك. كذا قاله الشيخ بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام في كتاب البيوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه على محل الناس فيه سواء. ويحصل إحياء الموات بأمور: الأول، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر، وصححه ابن الجارود، وعن سمرة مثله، وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها. والمقدار والمعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملكها بذلك، لكن يكون أحق بإحيائها من غيره، ولا يجوز له بيعها إلا بإحيائه. الثاني، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره لأنه شرع في إحيائها. الثالث، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نفس فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. الرابع، إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. ولذلك الأحناف يقولون إصلاح الأرض الموات يكون بالبناء، هذه واحد، أو الغرس أو الكرب اللي هو قلبها بالحرث يعني، أو إقامة المسناء اللي هي السدود، أو التحويط، أو السقاية اللي هو يعني يجعل فيها بئرا. هذا قول الأحناف. وقال المالكية: والإحياء يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه وغيرها. وقال الشافعية: الإحياء الذي يملك به الشخص يختلف بحسب الغرض المقصود من الأرض، ويرجع فيه إلى العرف. فإن كان الإحياء للموات مسكنا عليه أن يحوط البقعة بالآجر، يعني بالطوب أو بالقصب، على حسب عادة البلدان. يعني في بلدان احنا زرناها في إفريقيا الأرض يحوطوها بالزنكو، في بلاد لابد يكون في جدار، بس الجدار لابد أن يكون عالٍ يمنع ما وراءه كما ذكر آنفا. في ناس يحوطوها بالقصب على حسب إمكانيات البلد وما تعورف به. وقال الحنابلة: إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا منيعا. أرأيتم حائطا منيعا؟ يعني حائطا منيعا يعني حائط يمنع ما وراءه، سواء إنه أرادها للبناء أو الزرع، أو أرادها حظيرة للغنم
وذكروا في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمة الله على الجميع: من أحاط حائطا على أرض فهي له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة، لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه، بل يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب. وهذا الذي يسمى بالمنح، يعني يقوم ولي الأمر ويجعل أراضي ويمنح لمن يستحق من ذلك، فإن أحياها ببناء مسكن، ومنها تكون منح زراعية أو منح سكنية، فإن أحياها فهي له، يتملك، إن لم يحييها جاز لولي الأمر أن يستردها منه ويمنحها، أن يستردها منه ويمنحها لمن يحييها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها، ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح أي غير مملوك كماء النهر وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يليه كذلك، ثم يرسله لمن بعده، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي. فضيلتك، لا، معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري، عبد الرزاق المصنف، معمر شيخه. معمر هذا كان من أهل البصرة. معمر بن راشد الأزدي كان لا يخرج من بلاده لبرا بأمه، فلما ماتت أمه خرج في البلاد يحدث وينشر العلم، فنزل بأرض اليمن فأعجبوا به، فما أرادوه أن يرحل عنهم، فقالوا: اقطعوا له رجليه. قالوا: وما لا نقطع له رجليه. قال: زوجوه. خلاص، فزوجوه، فبقي معهم ينشر العلم. معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. عن معمر صحيح، يصرف، ما في بأس، يصرف. نعم، اسم عربي، ما في شيء، يصرف. عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأول. وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، واد بالمدينة مشهور، أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أما إذا كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، فيجوز للإمام أن يحمي العشب
في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك، ولم يضيق على المسلمين. انتهى شيخنا حفظك. نعم، ومن هنا نقول شروط الأرض المحياة ألا تكون ملكا لأحد، وألا تكون مستعملة لأهل البلدة كمحتطب أو مرعى أو مكان يجتمعون فيه إلى غير ذلك مما سبق بيانه. هذه هي شروط الإحياء. شروط الإحياء كما قلنا ثلاثة. أولا شيء يتعلق بالمحيي، وشيء بالأرض المحياة، وشيء بإجراء الإحياء. بالأرض المحياة قلنا لا تكون ملكا لأحد، ولا تكون مستعملة لأهل البلدة كمحتطب أو كمرعى. ثانيا شروط المحيي، يجوز الإحياء من كل من يملك المال، ولا يشترط عند الجمهور كون المحيي مسلما، فلا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهنا هذا ما اسم موصول معنى العموم، لكن الشافعي اشترط أن يكون المحيي مسلما ولا يملك الذمي إحياء الأرض الموات، وإن أذن له فيه الإمام، لأن الإحياء استعلاء وهو ممتنع وممتنع عليهم بدار الإسلام. هذا قول الإمام الشافعي، الجمهور بخلافه. ثالثا شروط الإحياء الذي يثبت به الملك. يقول أبو حنيفة لا بد أن يكون الإحياء بإذن الإمام، ويقول المالكية إذا كانت قريبة من العمران فلا يحتاج إحياؤها لإذن الإمام بخلاف البعيدة. وقال الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف يعقوب صاحب الخراج ومحمد الحسن الشيباني: من أحيا أرضا تملكها وإن لم يأذن له فيها الإمام، اكتفاء بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحيا أرضا مثل فهي له. واشترط جمهور الفقهاء أن يتم الإحياء في حالة التحجير خلال مدة أقصاها 3 سنين، لقول عمر رضي الله عنه وارضاه: ليس لمحتجر بعد 3 سنين حق. يعني يحجر 3 سنين ويحييها، إذا مر عليه 3 سنين وما أحياها فإنه لا حق له في ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.